بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذه الحلقة بطلب من أحد الإخوة، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ مشكورا أن نتأمل ويفسر لنا سورة الضحى كاملة جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة، سورة الضحى، لها قصة سبب نزولها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فتر عنه الوحي فترة، فقال المشركون: إن الله قد هجرك وقلاك، وفرحوا بذلك. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة ردا عليهم وتطمينا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى. أقسم سبحانه وتعالى بالضحى، وهو أول النهار، وبالليل إذا سجى يعني أظلم، فأقسم سبحانه وتعالى بهاتين الآيتين العظيمتين، الليل والنهار، أو أول الليل وأول النهار، لأن ذلك من أعظم آياته سبحانه. والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك. وقوله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى، هذا قسم منه سبحانه وتعالى على ما سيخبر به في هذه السورة العظيمة من الرد على المشركين، تطمين حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: ما ودعك ربك، هذا رد على المشركين، وهذا جواب القسم، يعني ما تركك وقلاك، وإنما تأخر الوحي لحكمة من الله سبحانه وتعالى. قد يكون له سبب منع جبريل عليه السلام من الاتيان للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما زال السبب عاد إليه الوحي كما كان. ما ودعك ربك يعني ما تركك، وما قلى يعني ما أبغضك، كما يقول أعداؤك المشركون، بل الله سبحانه وتعالى يحبك، والله سبحانه وتعالى لا يودعك ولا يتركك. ثم قال جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى. فكما أن الله أكرمك في هذه الدنيا ولم يتركك ويودعك ولم يبغضك، فإن لك في الآخرة أعظم من ذلك. وللآخرة
خير لك من الأولى، يعني ما يعطيك الله في الآخرة خير مما أعطاك في الدنيا. وهذا تقرير وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم ورد على المشركين. ثم قال جل وعلا: ولسوف يعطيك ربك، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ولسوف يعطيك ربك في المستقبل ويواصل نعمه عليك، ولسوف يعطيك ربك وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بين سبحانه وتعالى منته على هذا الرسول منذ نشأته عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، لأن أباه مات وهو طفل صغير بقي يتيما، ولكن الله آواه عند جده عبد المطلب، ثم من بعده عند عمه أبي طالب، فقاموا برعايته وقاموا بكفالته عليه الصلاة والسلام خير قيام. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، ضالا يعني لا تعرف الحق معرفة تفصيلية، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله على ما بقي من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعرف تفاصيل الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا في أول أمره سبحانه صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهداك إلى الحق ونور قلبك ورزقك الإيمان واليقين وأوحى إليك وشرع لك الشرائع. ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغناك الله من الفقر بما آتاك من المال والزوجات والبيوت والرزق الكافي. ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغناك من الفقر. ثم إنه أوصاه سبحانه وتعالى بأن يعطف على الأيتام والسائلين، فقال: فأما اليتيم فلا تقهر، بل أكرم اليتيم واعطف عليه واحن عليه، لأنه فقد أباه فهو بحاجة إلى من يواسيه ويربيه ويراعيه. فأما اليتيم فلا تقهر، فلا يجوز قهر اليتيم وظلم اليتيم وأكل مال اليتيم، إن ذلك من الكبائر. وأما السائل سواء كان سائلا للعلم أو سائلا للمال عن فقر، فلا تنهر يعني لا تزجره، ولكن تلطف به، فأجب السائل عن العلم وأعطي السائل للمال. وإذا لم يتيسر مال فإنك تعطيه كلاما طيبا مطيبا لنفسه. ثم قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك التي أنعم الله بها عليك من هذه النعم وغيرها فحدث. فهذا فيه مشروعية التحدث بنعمة الله، لأن ذلك من شكرها، ومن شكر النعمة الاعتراف بها باطنا بعد التحدث بها ظاهرا، وكذلك من شكر النعمة استعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تستعمل في معصية الله. فأركان الشكر ثلاثة: التحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة مسديها وموليها وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا تفسير
موجز ما تيسر من تفسير هذه السورة العظيمة. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للتمر الموجود حاليا، هل يجزي ككفارة يمين؟ نعم يجزي، وهو من الطيبات ومن أطيب المأكولات، فيعطى للمحتاج. ما كل الناس لا يريدون التمر، فيهم ناس يريدون التمر ويفضلونه على غيره، فالذي لا يريد التمر لا يعطيه منه، يعطيه الذي يستقبله ويفرح به وهم موجودون. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم عائشة تقول: ابنتي تؤخر صلاة العشاء حتى الساعة 12 ليلا بصفة دائمة، وهي على هذه الحال وخصوصا في أيام الشتاء، ما رأي الشيخ في ذلك؟ يجوز تأخير الصلاة، بل هو أفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل، هذا أفضل، إلا لمن يرتبط بجماعة فلا يصلي مع الجماعة، وكذلك من يخاف من النوم ويغالبه النوم فإنه يصلي قبل أن ينام، وأما من يقوى وليس مرتبطا بجماعة فإنه الأفضل أن يؤخره إلى ثلث الليل. نعم. نأخذ اتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ الأخ محمد من الدمام. تفضل يا محمد. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. حياك السلام. عندي سؤال، عندي سؤالين الله يعطيك العافية. السؤال الأول، أنا يا شيخ عندي أنا مشكلة في الصلاة، لما يعني أقوم الصباح يكون عندي شغل، أجي كذا على الساعة 10 الصباح أنام، يفوتني صلاة الظهر والعصر، أقوم على المغرب، فهل يعني فأجي أصلي العصر والمغرب أترك الظهر، هل يجوز إني أترك الظهر فضلا، أو إذا راحت علي صلاة هل يجوز اني اتركها ولا يجب علي اني اصليها؟ طيب يجاوب السؤال الاول. يجاوب لحظه 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 شوي. في احد الاقارب طبعا عنده امه، طبعا عندها اربعه من العيال متوظفين، طبعا عندهم وظائف، عندهم بيت ملك، وعندها انيميا دم حاده، وتاخذ من التاهيل الشامل 850 ريال، هل هذا يجوز حلال عليها ولا حرام؟ الله يعطيك العافيه. طيب تفضل يا شيخ. أما بالنسبة للسؤال الأول يا أخي، فلا يجوز لك التفريط في الصلاة، تصلي كل صلاة في وقتها ومع الجماعة، ولا يجوز لك أن تفرط فيها وأن تؤخرها عن وقتها، ولا يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة، أنت مسلم، والله جل وعلا قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا دين لمن لا يصلي، فعليك أن تصلي الصلاة في وقتها ومع الجماعة، وعود نفسك على هذا، وتحمل التعب والمشقة في أول الأمر ثم يسهل عليك بعد ذلك، ولا تعطي لنفسك هواها وتتساهل في الصلاة فتكون من المضيعين للصلاة. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني والغي هو العذاب، العذاب الأليم، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يضيعونها عن وقتها ويصلونها في غير وقتها، وسماهم مصلين لكنهم لما كانوا يصلون في غير وقتها فإن الله توعدهم بالويل وهو العذاب الأليم، فعليك بالتوبة إلى الله، وإذا نمت عن الصلاة فلا هي تسقط عنك، يجب عليك أن تصليها متى ما ذكرتها أو استيقظت. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فاهتم بصلاتك وعود نفسك على الصلاة في وقتها ومع الجماعة، والله جل وعلا يعينك، ولكن لا تعطي نفسك هواها أو تتساهل في هذا الأمر وتفرط في صلاتك،
ماذا يبقى عندك من دينك؟ لا يبقى بعد الصلاة شيء من الدين. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. فحافظ على صلاتك ولا تضيعها، أنت مسلم، أنت واجب عليك فرض الصلاة في وقتها، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلا تهاون بها وتحتج بأن عليك نوم أو يجيك نوم. كل الناس يجيهم نوم ولكنهم يصلون وينامون بعد الصلاة والحمد لله. نعم. وأما السؤال الثاني وهو يقول لي قريبة امرأة عندها أولاد، وهؤلاء الأولاد في وظائف ولله الحمد، وتأخذ إعانة من التأهيل الشامل، هل لها ذلك؟ هذا شيء يحكمه النظام، فيراجعون الذين يصرفون الضمان ويذكرون حال هذه المرأة، وهم ينظرون فيها هل هي تستحق أو ينطبق عليها الشرط أو لا. نعم. طيب ناخذ عبد الله من القصيم، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم الشيخ صالح. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير. والسلام ورحمة الله. تفضل. عندي ما هو مقدار اعتاق الرقبة؟ في صدى. والسؤال أول شيء السؤال ما هو مقدار اعتاق الرقبة؟ السؤال الثاني صيام الشهرين المتتابعين لازم يكون من واحد من الشهر ولا أي يوم أحتسب فيه وصوم؟ الله يجزاك. شكرا. السؤال الأول اعتاق مقدار اعتاق الرقبة، هذا يختلف باختلاف أسعار الرقاب التي تباع، وهذا يختلف في كل زمان بحسب وجود الرقاب وقلتها، هذا يختلف. ولكن إذا تأكدت أن فيه رقاب الآن تباع، إذا تأكدت من، لأن هذا في ذمتك، تأكد من وجود رقاب تباع ثم أبذل أو ادفع، وكل من يعتق عنك الرقبة يشتريها، من يشتريها ويعتقها نيابة عنك، إذا تأكدت من هذا. فإذا لم توجد الرقبة فإنك تصوم شهرين متتابعين، هذه في كفارة القتل الخطأ، تصوم شهرين متتابعين 60 يوم، تصوم 60 يوم، فإذا أكملت 60 يوما متتابعة فقد صمت الصوم الواجب عليك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، من هم السلف الصالح الذين يحتج بأقوالهم في فهم الكتاب والسنة؟ السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والقرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه هي القرون المفضلة، وهم السلف الصالح الذين يحتج بأقوالهم. نعم. نأخذ عبد الله من تبوك، تفضل أخي عبد الله. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيكم العافية. سلام. تفضل سؤالك. جزاكم خير. تفضل. عندي سؤال لو سمحت. ارفع صوتك شوي عبد الله، تفضل. عندي سؤال. نعم. ما حكم من يحج على حساب غيره وعليه دين؟ طيب شكرا. لا بأس، إذا تكفل غيرك بنفقتك في الحج فحج، وأما إذا لم تجد من يتكفلك فليس عليك حج ما دام عليك دين ولا تستطيع سداده حتى تسدد الدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل فضيلة الشيخ ويقول: في حارتنا أحد الأشخاص الذين يبكرون للمسجد يقوم بحجز مكان في المسجد بصفة مستمرة، ويضع سجادة في مكانه ثم يعود إليها. إذا كان يبكر إلى المسجد
ويصلي ما تيسر له، ثم يذهب إلى مكان آخر في المسجد ويضع سجاده وهو موجود في المسجد فلا بأس بذلك، أو كان سابقا إلى المسجد ثم عرض له حاجة وخرج ليتوضأ أو ليقضي حاجته السريعة ثم يرجع فلا بأس أن يضع في مكانه شيئا يحفظه له. أما إذا كان يضع السجادة في المسجد ويروح لأشغاله وأعماله أو ينام أو ثم يحضر في آخر الوقت فهذا حرام عليه ولا يجوز، ولا يجوز لمن حضر في المسجد أن يترك هذه السجادة تحجز المكان بل ترفع. نعم. معنا أبو فهد من المدينة النبوية، تفضل أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سألي سلام الوالدة السنة هذا الماضي في رمضان، والوالدة في اليمن عمرها يعني فوق 65 سنة، ما أدري العمر هذا جازت ولا ما جازت. والسؤال وش يا أبو فهد؟ السؤال سويت عمره الوالدة. أيه؟ الوالدة عمرها تقريبا 75 سنة وهي في اليمن وأنا مقيم في السعودية هنا. طيب. سويت لها عمره في رمضان الماضي. طيب. ما أدري عمره تمت ولا ما تمت يعني، لأن في بعض الناس يقولون لا ما يجوز إلا لا إذا ماتت يجوز لها. شكرا. قلت لهم لا هذا على قيد الحياة باقية، إنما أنا سويت عمره يعني. واضح السؤال. لأنها كبرت في عمرها. واضح السؤال يا أبو فهد. واضح. يا أخي إذا كانت لم تؤدي عمرة الإسلام وهي عاجزة ما تستطيع لكبر سنها أو لمرضها عجزا مزمنا لا تستطيع معه السفر فلا بأس أن تنوب عنها، أن تنوب عنها وتؤدي عنها عمرة الإسلام أو حجة الإسلام. أما إذا كانت قوية وتقدر على الحج ببدنها فإنك تأتي بها وهي تأخذ العمرة أو تأخذ الحج بنفسها. نعم. شيخنا الكريم الشيخ صالح، دائما نسأل عن مثل هذه الأسئلة وهو إهداء ثواب الأعمال الصالحات إلى الغير من الآباء والأمهات، وضابط ذلك؟ ضابط ذلك ما جاء في الأدلة من الدعاء له، قال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، والله جل وعلا قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فالدعاء للأموات يصل إليهم إذا تقبله الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني الصدقة الجارية، وهي الصدقة الجارية إما وقف وإما صدقة غير وقف، فالصدقة تصل إليهم، تصل إلى الميت إذا تقبلها الله عز وجل وكانت من كسب طيب وعن نية صالحة. والشيء الثالث الوقف الذي يجري نفعه على الميت، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الوقف، أو علم ينتفع به، هذا الشيء الثاني، أن يكون ورث علما وعلم العلم النافع له تلاميذ انتشر علمه والتلاميذ صار لهم تلاميذ وهكذا، أو له مؤلفات طيبة يتناقلها الناس ويوزعونها، أو هو اشترى كتبا نافعة ووزعها على طلبة العلم، هذا من العلم النافع. وكذلك الولد الصالح الذي يدعو له، هذا هو الشيء الثالث مما يبقى بعد موت الميت. وأما ما عدا ذلك فإن الله جل وعلا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يصل إلى الميت إلا ما جاء به الدليل من عمل الحي. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال من أبو بندر من الطائف، تفضل أبو بندر. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك شوي أبو بندر، تفضل. وعليكم السلام. نعم. سؤال طال عمرك. تفضل. في وظيفة بتقدم عليها ومطلوبة علي شهادة حاسبالي، والحاسبالي في معهد أهلي يبيعها ب 1500 ريال، هل يجوز أختبر عند المعهد هذا الأهلي وأدفع 1500 وأخذ الشهادة وتقدم على الوظيفة، ولا ما يجوز مع الثانوية؟
ما يجوز يا أخي، الغش هذا غش ما يجوز، ويجب أن تخبر عن هذا اللي يبيع الشهادات، هذا غشاش للناس يأكل المال بالباطل، ولا يجوز هذا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن السلام على الأموات، هل يقال عند دخول المقبرة فقط أو حتى عند المرور بجانبها؟ وإذا كنا مع عائلتي هل لابد لكل واحد منا أن يسلم؟ نعم، السلام على الأموات سواء دخلت المقبرة أو مررت من خارجها فإنك تقول ما وردت به السنة: السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، سواء دخلتها أو وأنت مار بها من خارج. وإذا كنتم جماعة ومرتم بالمقبرة وسلم واحد منكم فإنه يكفي عن الباقين. نعم، لأن هذا من سنن الكفاية. نعم، أحسن الله إليكم. نعود للاتصالات ونأخذ اتصال أبو مشاري من الطائف. تفضل أخي أبو مشاري. السلام عليكم. عليكم السلام أخوي. وعليكم السلام. غنام نعم في 5/12 وحلت زكاته في 5/12 الشهر هذا اللي علينا، فما أدري المزكي ما يطلع إلا شهر 7، فما أدري متى أزكيها، هل أنتظر لحتى طلوع المزكي أو أزكيها الوقت الحاضر؟ إذا كان عندك أغنام تجب فيها الزكاة لأنها تبلغ النصاب وهي سائمة، لأن ترعى الحول أو أكثره ولا تنفق عليها، فإنك تنتظر الساعي، ما دام يأتي ساعي تنتظر وتدفع له الزكاة. وأما إذا لم يكن هناك ساعي وحال عليها الحول فإنك تخرج زكاتها وتدفعها للمستحقين. نعم، أحسن الله إليكم. بعض الكتب يكتب عليها فضيلة الشيخ حقوق الطبع محفوظة، إذا أراد الإنسان أن يطبع مثل هذه الكتب يا فضيلة الشيخ هل لابد من الاستئذان، وما معنى حقوق الطبع محفوظة؟ نعم، محفوظة للمؤلف أو لورثة المؤلف، لابد من استئذانهم لأن هذا حقهم ولا يجوز سرقته من دونهم، من دون إذنهم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الذي ينبغي في المصافحة عند دخول المجلس الكبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر والأقدر؟ يقصد الأفضل في المجلس من عالم أو كبير سن، ثم من هم على يمينه حتى يكمل الحضور. وإذا لم يكن فيهم كانوا متساوين وليس فيهم من هو أفضل أو أكبر سنا فيبدأ مما يلي عن يمينه حتى يكمل. نعم، تفضل يا أخي أبو محمد من المدينة النبوية. أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ معي. السلام. تفضل، اكسر الراديو شوي. رجل تزوج من امرأة غير شرعية. نعم نعم يا اخي، اكسر التلفزيون شوي. ابو محمد شرعية. ابو محمد اكسر التلفزيون شوي، مشوش علينا. تفضل. وتشاجر معها بحجة الحجاب، بحجة الحجاب في الحرم، فهل يوجد حديث صحيح ينص على الحجاب في الطواف أو الحرم؟ وأفيدونا جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: الفارق بين أعيد السؤال يا أعيد السؤال أبو محمد أعيد السؤال أعيد الأول السؤال الأول السؤال الأول رجل تزوج من امرأة غير شرعية وتشاجر معها بعدما اتضح إنها تتلبس بلبس الإسلام وطلب منها أن ترتدي الحجاب الشرعي،
فحصل خلاف هل الحجاب في الحرم أو الحجاب في الطواف أو في الحج. طيب نعم, نعم. تفضل يا شيخ. هذا السؤال يتكون من شيئين. نعم. الشيء الأول تقول زواج غير شرعي, فهذا يتراجع فيه المحكمة يا أخي. صحيح. لتصحيح العقد والنظر فيه. أما الحجاب المسألة الثانية وهي الحجاب فهو واجب على المسلمة في كل مكان, في الحرم, في الطواف, في الأسواق, في كل مكان فيه رجال يجب عليها أن تحتجب وأن تغطي وجهها وسائر جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها في أي مكان يا أخي. نعم. فضيلة الشيخ, في نظركم, يقول هذا السائل أبو عبد الله, ما هي ضوابط الرقية الشرعية الصحيحة, وهل للإنسان أن يقرأ على نفسه وعلى أولاده إذا أصابهم شيء؟ الرقية الشرعية ما كانت من كتاب الله عز وجل أو من الأدعية الشرعية, ويتوكل على الله عز وجل ويعتقد أن الشفاء من الله وأن الرقية سبب, أن الرقية سبب من الأسباب, وأما الشفاء فهو من الله عز وجل, ويشرع للإنسان أن يرقي نفسه وهذا أحسن, أو وكذلك يرقي أولاده هذا أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ في فقرته الثانية, ما سبب كثرة الذين يفسرون ويؤولون الرؤى في وقتنا الحاضر حيث أصبح لهم جمهور, وهل للإنسان أن يذهب إليهم ويسألهم عن هذه الرؤى؟ أبد, ليس للإنسان أن يذهب إليهم ولا يستمع إليهم, وهؤلاء يقصدون الظهور على الناس وإبراز أنفسهم, أو يقصدون الطمع الدنيوي بما يحصل من هذه المكالمات من أجور المكالمات, فهؤلاء شوشوا على الناس وأفسدوا دنيا الناس بالوساوس, فعليك أن لا تستمع إليهم ولا تنظر إليهم ولا تستمع لتفاسيرهم. نعم. معنا مرزوق على الخط, تفضل مرزوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. حياك الله. تفضل. عندي سؤال يا شيخ عبد الله. تفضل. صليت صلاة المغرب أولا. نعم. وأنا مسافر. وأقامتي تبعد عني يمكن تقريبا 20 كيلو أو أقل، هل أنا أصلي صلاة العشاء ولا أواصل طريقي وأجمع؟ طيب واضح السؤال. كلاهما جائز, إن جمعت فهو جائز, وإن صليت المغرب في وقتها وإذا وصلت إلى البلد بلدك تصلي العشاء في وقتها فهذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ, هذا السائل يقول, بالنسبة لكتب التوحيد للمبتدئ, بأيها يأخذ من هذه الكتب مأجورين؟ يأخذ بالمختصرات, يأخذ بالمختصرات ولا يكتفي بقراءتها على نفسه, بل يقرأها على أهل العلم ويسأل أهل العلم عن معانيها. مختصرات المفيدة الموثوقة التي مؤلفوها من أهل العلم والثقة في دينهم, وتقرأها على من يشرحها لك وتسأل عما أشكل عليك منها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول, مسألة العينة, ما هي هذه المسألة, وهل هذا البيع محرم؟ نرجو أمثلة على ذلك. مسألة العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل, يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل من المؤجل, فهذا هذه مسألة العينة وهي ربا. سميت مسألة العينة لأنها يقصد بها الربا, وجعلت السلعة حيلة إلى الربا فهو ربا باسم البيع,
وكذلك سميت عينه لأنه رجع إليه عين ماله. وقيل سميت عينه من العين وهي الذهب، يعني صار المقصود منها هو الذهب والربا. نعم. نواف من حفر الباطن، تفضل يا نواف. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك شوي نواف. الله خير يا شيخ. عليكم السلام. ابى استفسر طال عمرك، عندك حياك الله. نعم. طال عمرك توفى عمره 27 سنه. يصدق. طيب اعيد السؤال يا نواف. ايوه، كان طال عمرك مقصر في الصيام طال عمرك في شهور عده. نواف من اعيد السؤال مره ثانيه. اقول لي اخوك توفى الله يرحمه طال عمرك، وهو كان مقصر في صيام رمضان في شهور عده. طيب ليش ما يلزمنا تجاه يعني كفاره؟ نعم. هو كان يصلي يا اخي، كان يصلي يحافظ على الصلاه. والله اوقات يا شيخ يضيع الصلاه بعد، يعني اوقات يصلي على وقت اوقات مخر. تكلم يا اخي. لكن يترك الصلاة تركا نهائيا؟ لا لا، ما يتركها تركا نهائيا. نعم نعم. لا ما يتركها يا شيخ، يقول يصلي. نعم يصلي. خلوه يتكلم. اوقات يخرى واوقات تفوت يا طال عمرك. اذا كان ما يترك الصلاة تركا نهائيا ولا يترك بعض الصلوات يتعمد تركها، فإنه يصام عنه، يصوم عنه قريبه، يقضى عنه ما تركه من الصيام. وأما إذا كان يترك الصلاة أو بعضها تركا نهائيا متعمدا فهذا لا يصام عنه، وهو غير مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: ما حكم أخذ الأجرة عند تعليمي للقرآن في المسجد الحارة؟ لا بأس بذلك، يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. هل الأفضل يقول فضيلة الشيخ: هل ينال المسلم أجر قراءة القرآن إذا اكتفى بالسماع؟ لا، السماع فيها أجر، ولكن تلاوة كون المسلم يتلو القرآن هو بنفسه أفضل من الاستماع فقط. نعم. إذا اجتمع كثير من النساء سواء في استراحة أو في البر أو في مناسبة من الاجتماعات للأسرة، هل أفضل الصلاة تكون جماعية أم تصلي كل مرأة فردا فردا؟ يجوز هذا وهذا، يجوز للنساء يصلين متفرقات، ويجوز أن يجتمعن خلف واحدة منهن تصلي بهن أو تكون في صفهن، يجوز هذا وهذا. نعم. تفضل يا منصور من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بخير. عليكم السلام، تفضل. أحبك يا شيخ صالح. شكرا. حياك الله. حياك الله. شيخ، نعم. فيها في الآونة الأخيرة يتناقل بين الجوالات الرسائل، إذا لم ترسل الرسالة هذه بيجيك كذا وكذا وكذا، متناقلة بين الأشخاص أو بين الناس. أودي أنك تشوف الموضوع. طيب شكرا لك. هؤلاء دجالون وكذابون، يكذبون في الجوالات ويقولون إذا لم تنقل هذه وتوزعها تصاب بكذا، وإذا وزعتها لك أجر كذا. هؤلاء كذبة ويجب أن يوقفوا عند حدهم، ولا تروج خرافاتهم وأباطيلهم. نعم. شيخ صالح، يعني مثل ما ذكرتم حفظكم الله حول هذه الرسائل، لماذا تظهر هذه الرسائل بين الفينة والأخرى وتختفي ثم تعود؟ أنت تعلم أن هناك مخرفين يريدون أن يروجوا البدع والخرافات،
وقد وجدوا ضالتهم المنشودة في هذه الجوالات لا يدرى من هم ويروجونها، فالإنسان الطامع يأخذ بالوعد ويوزعها طمعا في الوعد الذي رتبوه على توزيعها، والإنسان الخائف والجاهل يخاف من الوعيد الذي ذكروه. فعلى المسلم أن يرفض هذا وهذا وأن ينكر عليهم ولا يوزعها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول أبو عاصم: هل يشترط في الجمع النية يا فضيلة الشيخ؟ لا بد من النية، إنما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، في الجمع وفي غيره. نعم. يسأل هذا السائل يقول: هل يجوز التصدق على عمال النظافة علما بأنهم غير مسلمين؟ أما الزكاة فلا تعطى لغير المسلمين، إذا كانوا مسلمين وهم محتاجون أعطهم من الزكاة، أما إذا كانوا غير مسلمين فأعطهم من غير الزكاة، الزكاة لا تحل إلا للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. مصري مقيم بالرياض يقول: أرجو من الشيخ أن يتحدث عن الشفاعة، وهل هي خاصة بأنبياء وصالحين فقط أم هي عامة؟ الشفاعة حق، لكنها بشرطين. الشرط الأول أن تكون بإذن الله، ولا يشفعون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله عنه قوله وعمله، وهو المسلم الذي استحق دخول النار بسبب ذنب أو ذنوب وقع فيها، فتنفعه الشفاعة بإذن الله. أما الكافر فلا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى عن الكفار والمشركين. نعم. هذه الأخت تسأل فضيلة الشيخ عن الآية الكريمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة ما هي شروطها وكيف تكون؟ الحياة الطيبة التي ليس فيها كدر وليس فيها مرض ولا موت، وهذا يكون في الآخرة ويكون في الدنيا أيضا، أنه يحيا على الطاعة وعلى العمل الصالح وعلى اليقين بالله عز وجل والاطمئنان. نعم. طيب، نعود إلى الاتصالات ونأخذ اتصال مشهور من الطائف. تفضل. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، ارفع صوتك تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. عليكم السلام. السنة هذه حديت مع أهلي وأهلي حايضين، جيت أطوف طوف الإفاضة، كل لي واحد على شيء تسعة، بعدين طوف طوف الإفاضة والوداع في آخر شيء. فيها شيء يا شيخ؟ يعني طافوا وهم طاهرين؟ لا، طواف بعد ما انهانا الحج، وخلنا طواف ووداع وفاضة. السعي لا، سعينا من ثاني يوم يوم العيد. اي، لكن بعد ما طهرت المرأة ولا لا؟ بعد ما طهرت. بعد ما طهرت ما يخال، لا بس، لكن إذا كان طواف الإفاضة بعد، إذا كان طواف الإفاضة آخر شيء وسافرتم بعده يكفي عن الوداع. والسعي يكون بعد الطواف، ما هو قبل الطواف. طيب. نعم. شكرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل في صدى. يا نعم، لعلكم تعالجون الصدى يا إخوان. في صدى الإخوان تعالجون هذا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة يقول هذا السائل: هل يجب الدلك للتطهر من الجنابة أم نكتفي بصب الماء على الجسم لتتحقق الطهارة؟ الدلك ليس بواجب وإنما هو مستحب، وأما صب الماء فإنه يكفي إذا عم البدن كله ولم يبقى منه شيء لم يصل إليه، يكفي وصول الماء إلى الجسم ولو لم يدلكه.
دلك إنما هو زيادة سنة وتأكد من وصول الماء وبلوغه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل بالنسبة للعمرة، يقول أنا أذهب للعمرة بين كل 3 أسابيع، أخذ عمرة وأرجع لأنني ولله الحمد مقتدر والمال متيسر لدي. طيب، قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، فمتابعة العمرة هذا مستحسن وطيب لأنها عمل صالح، لا سيما إذا كان بين العمرتين فترة مثل ما ذكر السائل فهذا أحسن. نعم. يسأل عن حكم استعمال العزائم في الرقية، وهي التي تكتب يا شيخ صالح بالزعفران ثم توضع في الماء وتشرب، وهكذا حكم القراءة في الماء والنفث فيه. كله جائز والحمد لله، كله من الرقية الشرعية. الرقية تكون بالقراءة على المريض، وتكون بكتابة القرآن على شيء طاهر وغسله ثم شرب محوه، فهذا شيء جائز وداخل في الرقية. وكذلك النفث في الماء وشربه كل هذا جائز. نعم. نعم. معنا اتصال من سمو الأمير نعم تفضل. طيب، فضيلة الشيخ، هناك عبارات في ذمتي وما صدقت على الله أن أعمل كذا، هذه العبارات هل هي شرعية؟ ما صدقت على الله، يحذف على الله، يقول ما صدقت أني أحصل كذا وكذا، وأما في ذمتي هذا معناه الالتزام، الالتزام أو الاعتراف بأن في ذمته دين لفلان أو حق لفلان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يا شيخ يقول بالنسبة للمرأة الغير ملتزمة وأيضا أخلاقها سيئة يا فضيلة الشيخ، ويقول أنا مللت منها، هل لي أن أهجرها أم أقوم بطلاقها؟ عليك بمناصحتها واستصلاحها، فإن صلحت واستقامت وإلا فلك أن تطلقها. نعم. نستأذنكم سماحة الشيخ صالح، معنا سمو الأمير خالد بن طلال للمشاركة معنا في هذا اللقاء، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. على والدنا وعلى السلام. سماحة الشيخ، على سمو الأمير سم، حياكم الله، تفضل. الله يسلمك والدنا وسماحة الشيخ صالح. نعم. أنا بختصر الموضوع. الله يسلمك يا شيخ. حياك. الفريضة للحج هي حجة الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، وكما تعرف قيام الدولة إن شاء الله بما سخرها الله سبحانه وتعالى بكل ما يستطيعون من ناحية توفير الراحة للحجاج، وأن الحجاج الغير نظاميين هل هم كانوا متخلفين أم كانوا سعوديين أم كانوا مقيمين أم كذلك السعوديين اللي يأخذون تصاريح، فصار يا شيخ كل سنة صارت عادة وليست عبادة، وهؤلاء جزاهم الله خير أنهم يأخذون محل من هو أحق من السعودي الذي لم يحج بعضهم، وهذا أنت عارف يا شيخنا صحيح، وبعضهم اللي جايين ودفعوا جمعوا أموالا طول حياتهم ويجون مع مرات من الأتوبيسات في 3 شهور رحلة من آسيا حتى يصلون إلى مكة. فالأولى يا شيخ أنه الأخوان السعوديين اللي حجوا يعطون فرصة الآخرين، إما يدفعون عن أحد الحاج اللي ما استطاع له سبيله ويعطون فرصة إلى هؤلاء، لأنهم أتوقع والله أعلم إذا حجوا مرة ومرتين وثلاث هم أولى بذلك من الحاج الذي فقط يروح كعادة وليست عبادة، ولا ويضيق على الحجاج الآخرين والباقين اللي موجودين في جميع أنحاء العالم واللي يجون من آلاف الكيلومترات يا شيخ. والموضوع هذا طيب. صعب على الدولة، يعني أن إذا بدون تعاون المواطن ودون تعاون المقيم طيب. يكون مشكلة كبيرة على الدولة أن 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 تسبب الراحة للأخوة الحجاج. جزاكم الله خير سمو الأمير. جزاك الله. ما في شك أن ما تفضلت به أنه وجيه،
وصحيح، فإن الذي منع الله عليه بالحج وأدى فريضة الحج أو أدى بعدها نافلة فإنه لا يزاحم الحجاج ويعرض نفسه أيضا للخطر بالمزاحمة، فكونه يتجه إلى عمل آخر أفضل من كونه يحج حج نافلة كثير، لا سيما في فترات الزحام والمضايقات، فلو أن الناس يلاحظون هذا لكان أحسن. لكن لا نقول لهم لا يصح عملكم هذا أو هذا خطأ أو، لكن نقول الأولى والأحسن. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ صالح، كما نشكر سمو الأمير خالد بن طلال، الحقيقة هو حريص على المشاركات الطيبة ونفع الناس بمداخلاته. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الأربعاء. جزا الله الشيخ صالح خير الجزاء، وشكرا لفريق العمل في منزل الشيخ ومعي في الاستوديو أحمد السويدان مخرج هذه الحلقة. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.